بقيت على ديك الحال حتى رجعت فحالي للمغرب ورجعت شبرت النادي ديالي نس كملت معاه التدريب. ومن بعد العودة ديالي فوزنا بالبطولة وكأس العرش، لأن خصك تجهزوا نفسيا قبل وجهزوا مع الكرسي اللي كنتحكم فيه وعاد كيفاش يتحكم في الكرة. يقول الناس ما حققتوا المعجزة لأن الفريق ما ندربش، وكانت المقابلة صعيبة بزاف. وفوزت دائما كنت كنفوز بالبطولة وكأس العرش ديال التنس. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مصطفى السامي مدرب نادي أبناء البغاص لذوي الاحتياجات الخاصة. البداية ديالي سنة 1984، السنة اللي تأسست فيها الجامعة الملكية المغربية للرياضات الأشخاص المعاقين آنذاك. في 1984 تأسست، ديك السنة تأسوا أربعة ديال الأندية، كانت واحدة من طنجة، واحدة من وجدة، واحدة من تطوان، واحدة من مراكش. هادو جمعيات الأندية اللي كانت تقبل. بديت كرياضي في ألعاب القوى، كنت كنعمل ألعاب القوى، وما سعفتني في الأمور في ألعاب القوى في الجري، ومن ثم تحولت كنسيب رمي الرمح ورمي الجلة. حتى دخلت الجامعة في نفس السنة زادت الرياضة ديال كرة السلة على الكراسي المتحركة. فديك الساعة ديك السنة دي كانت عندي 15 سنة. بقيت رياضي حتى إلى يومنا هذا، المهم بقيت هيداك الرياضي إلى يومنا هذا. واحترفت كلاعب، وكنت قبل ما احترف كلاعب كنت من ضمن أوائل اللاعبين من طنجة اللي لعبوا ضمن المنتخب الوطني، اللي كان هو بيضم منتخب وطني جديد عاد تأسس بحكم أن كرة السلة عاد كانت ضافت الجامعة. بقيت لاعب وصافي، كنت لاعب مع النادي ديالنا. الحمد لله حنايا هما النادي اللي عنده أكبر عدد ديال البطولات وكؤوس العرش، بالإضافة ديال كأس التضامن اللي ديناها سنتين متتاليتين. وبقيت على هذيك الحال. رجعت للتدريب في 2006، قبل 2006 كنت لاعب واحترفت في الديار الإسبانية كلاعب وكمدرب في نفس الوقت. كنت أصلا لاعب هنا في طنجة، لاعب ومدرب مساعد مدرب. ملي احترفت في إسبانيا كنت أنا مدرب ولاعب. بقيت على ديك الحال حتى رجعت فحالي للمغرب ورجعت شبرت النادي ديالي نس كملت معاه التدريب. توقفت لظروف شخصية تقريبا ما يناهز في 6 سنين أو 8 سنين تقريبا، وقفت 6 سنين عن التدريب. ورجعت السنة الماضية الحمد لله، ومن بعد العودة ديالي فوزنا بالبطولة وكأس العرش السنة الماضية. احنا وجدنا وضعنا خطة ديال التدريب، خطة استدراكية، لأن كان وقع عندنا مشكل ديال لاصال ديال الدرادب ما بقاوش كيعطيوها لنا، ما عرفناش علاش ما بقاوش كيعطيوها لنا. يعني للأسف هذيك لاصال هي اللي دوزنا فيها أطول مدة، آخر مطاف زولوها لنا ما عرفناش علاش. بقينا كنفتشو في غانتريني، المكتب قايم بالمجهود ديالو كيتحرك بحال كنقولو شمال ليمين باش نوفرو لاصال، وحنا على مشاريف ديال البطولة غتبدا. وتأخرنا في التدريب، لذلك ما تمكناش لعبنا نهاية كأس العرش وما فوزناش بها نظرا لصال اللي ما كانتش موجودة، لأن الرياضة ديال الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هي شويش كومبليكي، لأن باش تجهز واحد اللاعب، لأن خصك تجهزو نفسيا قبل وجهزوا مع الكرسي اللي كيتحكم فيه وعاد كيفاش يتحكم في الكره. هادو قواعد اللي هما ضروريه. عاد كنزيدوا شي مد الخطه ديال اللعب، لذا ما تمكناش نديو الكاس نهائي كاس العرش ديال السنه الماضيه وما ديناش البطولات السنه الماضيه رغم ان لعبنا فيهم النهائي بجوج بيهم. ولكن السنه هذه الحمد لله تحل، استقبلونا مركز ديال محمد السادس لجامع الناس ديال ذوي الاحتياجات الخاصة، ورحبوا بنا، عطاونا لاصال
وفرحوا بنا بزاف، حتى ولينا ملي كندخلوا لديك لاصال كأننا داخلين ندارنا في الحقيقه. تعاملوا معنا واحد المعامله طيبه. بديك المعامله هذيك استطاع اننا ناخذوا 3 ديال الحصات في الاسبوع، كل حصه فيها جوج سوايع، عطينا فيها التدريب ديالنا، سواء الخطه، سواء اللياقه البدنيه، سواء التكنيك. والدراري تبارك الله عليهم استوعبوا المسائل، استوعبوا ديك الخدمه اللي عطيناهم، وبفضل الله بها باش فوزنا بالبطوله هاد السنه، وفوزنا بكاس العجد هاد السنه. غير كاين واحد الاضافه، ان هاد السنه وقع لنا مشكل ديال الشركه ديال لاسيرونس، حتى شي شركه ما بغات تاسيري الفارق، لذا طلعنا لعبنا النهايه ديال كاس العرش وحنا ما ندربينش، لاعبين ضد فريق ديال اكادير في النهايه، هما مدربين حنا ما ندربينش، 6 شهور ما دربناش، لعبنا دربنا 4 الحصات اللي دربنا فيهم بالضبط، 4 الحصات ماشي كافيه انك اولا ترد لهم اللياقه البدنيه ديالهم، ثاني باش يستوعبوا الخطه ديال اللاعب، ثالثا باش يحفظوا الشيما كخص شويه ديال الوقت. وتصورتينا اللاعبين ما لعبوا شي 6 شهور ما تدربنا، زعما كنحييهم كنحييهم بزاف. تصور اننا طالعين نلعبوا مع واحد الفريق كيتدرب معنا حنا ما تدربناش، وكلشي كيقول لنا انتم حققتوا المعجزه لان الفريق ما مدربش، وكانت المقابله صعيبه بزاف، كنا متقاربين بزاف حنا المار مع فريق اكادير سوست اكادير، بقينا حنا الماركيو سله هما يماركيو ماركيو ماركيو، مشات المقابله كما انتهت ب 55 مقابل 52، فزنا بثلاثة النقاط. الخطه اللي انتهجتها باش نقدروا نفوزوا بهذه المقابله هذه ديال نهايه كاس العرش، نهايه كاس العرش، هي الخطه لعبت على العامل النفسي اكثر من العامل البدني، لان العامل البدني ما عندنا في يدنا والو لان ما ندربش فيه، العامل النفسي انا لعبت على العامل النفسي وما حملتهمش المسؤوليه، وقلت لهم واخا نخسروا ما نحملكمش المسؤوليه لان نتوما طالعين تلعبوا بلا ما تدربتوا، وكيف ما كان الحال فوزنا ما فوزناش غادي نشجعوكم ونحتفلوا بكم لان هذه المساله ماشي في يدكم نتوما. وفعلا النفسيه ديالهم طلعت وعرفوا راسهم انهم ما غيتحملوش المسؤوليه، هذا اللي جعلهم انهم يعطيو اكثر، لان قبل المقابله ب 15 دقيقه جمعتهم مره الاخرى وقلت لهم بهاد العباره هذه، قلت لهم شفتوا الا فزنا بكاس العرش غيكون عنده واحد الطعم جميل وقوي اكثر من اللي كنا غنفوزوا بكاس العرش وحنا مدربين. فوزنا بكاس العرش وحنا ماشي مدربين عنده قيمه اكثر وعنده قوه اكثر، وغادي نتمتعوا به اكثر من غنكونوا مدربين. هما تبارك الله عليهم استوعبوا الرساله ودخلوا وقاتلوا، ماشي غير قاتلوا، كلاو الارض، حاجه نقول بهذه العباره، سمحوا لي العباره اللي هذا، كلاو تيران الماكله، كلاو تيران الماكله تبارك الله عليهم، وما عندناش حتى شونجمون بزاف، وكمال على الله داكشي اللي كاين، والحمد لله قاموا بما عليهم، وجبنا هذا اللقب هذا الغالي لمدينه طنجه، الحمد لله. الله يشرف وبارك الله. شكرا على هذا السؤال، هذا السؤال مهم بزاف، وشكرا اللي طرحت عليا لان كان خاصني نطرق لهذا السؤال هذا. الاجابه ديالو هي اولا كنشكروا المبادره التنميه البشريه، هي اللي شرات لنا الطوموبيل باش كنتحركوا، هي اللي شاريه لنا الكراسي لان الكراسي غاليين، كراسي كتوصل حتى 4 مليون، الكروسات 3 مليون، يعني شراو لنا الكراسي الحمد لله. والشكر كذلك لجهه طنجه تطوان الحسيمه اللي كتعطينا واحد المنحه سنويه، والشكر كذلك لجامعه طنجه اللي كيعطيونا حتى هما منحه سنويه، هاد المنحات هادو هما باش كنسيروا بهم، لان نادي ابناء البوغاس ما عندوش غير كره السله، عنده كره السله وعنده العاب القوى وعنده التنس، التنس على الكراسي المتحركه على الذكر كاملين تحت احتياجات خاصه. وانا كنت بطل المغرب في كره المضرب على الكراسي المتحركه،
عمري ما انهزمت ملي بديت المدة ديال 6 سنين ما انهزمتش وفزت دائما كنت كنفوز بالبطولة وكأس العرش ديال التنس الحمد لله على هذه الرياضات هذو ولكن المادة ما كافياش باش نقدروا نكملوا على هذا الرياض كنتمنى من السلطات من السلطات المعنية سواء الجماعة أو الجهة أنهم يزيدونا في المنحة لأن صعيبة لأن بعض المرات كنسافروا اللاعبين بحال السنة الماضية باش نتأهلوا لنهاية هذا كأس العرش هذا صور سفرنا باتنا ليلة ماشيين في الطريق وصلنا تن 9 الصباح ولاعبين في 1 الصباح ما نعسنا لا في أوطيل ولا كلشي نعس في الطوموبيل كلشي والحمد لله فوزنا يعني حنا هما مشكورين على هاد المنح اللي كيعطيونا ولكن كنتمناو إذا كانوا يزيدونا أكثر أو الشركات المواطنة كذلك تحتضننا ونعملوا لهم الإشهار في الحوايج ديالنا في الكراس ديالنا بحال اللي عاملين أوروبا كنجيو من العجلة ديال الوايد فيهم كنعملوا لهم الإشهار ديال أي شركة كانت كنتمنى شي شركة تحتضننا حتى حنايا باش نحسنوا من المستوى ديال هاد اللاعبين تصورتي هاد اللاعبين كيلعبوا ما كيتخلصوش غير متطوعين غير حبهم من الرياضة ويديو لقب وما ما يحتفي بهم حتى شي واحد ما يعطيهم شي حتى واحد ما احتفل فينا احتفلت فينا اتحاد طنجة اللي كرمونا اما شي واحد حتى واحد ما احتفل بينا للاسف شفنا المجد ذات ازدواجية حفلوا فرحوا بهم في الوطيلات والدعم والمنح حنا للاسف وحنا وما في امس الحاجة هذا الدعم هذا لان حنايا راه باش نلعب مقابلة ان شاء الله غادي نعرضكم تجيو تحضروا التدريب ديالنا وتشوفوا الطريقه ديال اللعب كيفاش كنخدموا كيفاش كنلعبوا لا الجامعه الملكيه ديالنا لا الجامعه الملكيه ديالنا كتعطيك واحد المنحه بسيطه على حساب الا فزتي بشي لقب ها فزنا بلقبين ولكن اللقب حتى الجامعه المنحه اللي كتعطيك ليله ديال كان بن وقيل شي 6000 درهم من اللقب ديال 6000 درهم من اللقب لا والحمد لله وذاك الجامعه في النهائيات هي اللي كتكلف بالمبيت وبالاكل الحمد لله كتكلف بالمبيت وبالاكل كترخف عليك شويه هادشي اللي وكنتمنى هذا هو الرجاء ديالنا هو انهم يهتموا لهذا الفريق هذا وواحد النداء باغي نوصلوا إذا جميع الأشخاص ذوي احتياجات لهم على صعيد المدينة أنهم يعملوا الرياضة ما يبقوش جالسين في الديور ديالهم ينتشئوا النادي أبناء البوغاز نادي أبناء البوغاز غادي يهزهم وغادي نترينيو بهم ونوصلوهم لأن الرياض لأن الشخص ذوي احتياجات خاصة ملي كتهتم به كيعطي مزيان لأن كيحس براسه أنه هو مسؤول وكيحس براسه أنه عنده دور في المجتمع ما بقاش إلا على نفسه أو على عائلته أو على المجتمع للأسف هذه الوضعيات اللي كنشوفوا اللي كيتسولوا الناس وديك شيء كنتمنهم يلتجئوا للرياضة غتكون لهم أحسن من اللي غادي يبقاو في الشوارع أيضا المرحلة المقبلة هي عندنا البطولة غادي تبدا ربما في الشهر المقبل ليلة كنخدموا دابا أولا ديك 4 حصة اللي خدمنا عملناهم غير على النهاية دابا عاد غادي نبداو على الخدمه ديال السنه يعني عندنا بطوله عندنا اقصائيات كاس العرش ديال 2014 القوانين ديالنا وديال الاسوياء كيف نفس العلود الباني واخا حنا قصارين في الفوطي في لاشيز غولو الباني عالي بحال واحد الاسوياء الطوا بحال الاسوياء كاين واحد الفرق اللي بينه وبين الاسوياء وما حنا ما عندناش دوبل دريم ما عندناش اما الطبقي كلشي بحال واحد ليا بحال الاسوياء كان يعني داكشي عادي يعني انتما شفتوها وما كاين فيديوز لان 3 بوين عندنا عاديه كان ماركي 3 بوين عاديه 2 بوين 1 بوين ما كاين يعني ما كاينش شي مشكل الاختيار ديالهم هذا سؤال مهم بزاف وهو تقني شويه ربما ما يفهموش بعض الناس ولكن نوصل الفكره لان لي 5 بوين 5 الاوائل اللي كيكونوا لاعبين في التشكيله دابا حنا كل مره كل شخص عنده احتياجات خاصه كيدوزو الطبيب الطبيب كيعطي واحد التصنيف على حسب الاعاقه اللي عنده كل ما كانوا عنده رجلو بجوج مراتين كتكون عنده نقطه وحده نقطه ونص كيكون عنده واحد الرجل مريض وياخذ صحه كيكونوا 4 بوان او 3 بوان
القانون كيقول لك خصك تجمع هاد الخمسه هادو على حسب التنقيط ديال الاعاقه ديالهم، ما تفوتش 14 نقطه في وسط الرقعه. يعني مثلا كتجيب واحد جوج لاعبين عندهم 4 بوان، كيكون عندهم غير واحد رجل المريض، كتجيب واحد عنده جوج ضعافين 3 بوان، وكتجمع ما خصكش تفوت 14 بوان ادمي 14 نقطه ونص ما تفوتهاش. يعني ماشي كتجي تدخل اي واحد، يعني انا نعطيك مثال، اذا جبنا واحد اللاعب ديال 4 ديال النقط، جبنا منه 5، 4 في 5 20، اذا ضربنا 4 في 5 20، اذا القانون ما كيسمح لهمش يلعبوا هادو، خصك ضروري تدخل معاهم اللي عندهم اعاقه حاده، باش ديك اللي عندهم اعاقه حاده كيشاركوا في اللعب، وكتبقى تحسن الحاله ديال الاعاقه ديالك، كتبقى تحسن شويه بشويه بشويه، باش كتكون عنده الظروف، كتكون عنده فرصه انه يلعب حتى هو، لان اللي كيكون عندهم رجل صحيح ورجل ضعيف شي شويه كيكونوا تقريبا صحاح، كيكونوا صحيح. بالغض النظر مثلا بحالي انا ان بوايد، لان جوج الرجلين عندي اعاقه في جوج الرجلين. الكلمه الاخيره هي اولا كنشكر شفتي في على هذا اللقاء، وكنشكرها بزاف لان القناه الوحيده اللي لهذ السنه اللي عملت معنا هذا الحوار، ومرة ثانية كنشكر الجامعة، وكنشكر الجهة، وكنشكر مبادرة التنمية البشرية اللي كيساعدونا، لأن اللي ما كانتش مساعدين ما كناش غادي نزاولوا الرياضة بصفة نهائية. وكنطلب من الله وكنطلب من شركات المواطنة أنها تحتضننا، أي واحد يحتضن، يعني أي شركة بسيطة، حنا ماشي كنقولوا احتضان خصنا الملايين، حنا خصنا غير باش نديبلاسيو وباش نعطيو شي بركة لديك اللاعبين اللي كيلعبوا كيغمروا بصحتهم وبكل شيء، وما كياخذوا حتى شي أجر. هذا هو الطلب ديالي، وكنتمنى من الجمهور أنهم يتابعونا. حنا الصالة اللي كنلعبوا فيها مركز محمد السادس، هذاك اللي مقابلات كنعملوا إعلان عندنا في الباج ديالنا، داك الشيء يحضروا يعني مجانا، منا يزيدوا يتعرفوا ومنا يحفزوا هاد اللاعبين هادو.